ايه ده؟ كان في سري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنقطعها يا باشا. نقطة ايه؟ مش هينفع. انا نازل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل. انا هنقطعها. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر. يلا كلنا هننزل. لا يا باشا، أنا هنط. احنا ما جيناش كل ده عشان نرجع ايد ورا وايد قدام. خطة ستك هتتنفذ. وزي ما قلت لنا بالظبط. أنا قلت لا، أنا مش جايبكم هنا عشان تموتوا. الأعمار بيد الله يا باشا، وحياة أبويا ما هرجع مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا، ما تخافش. أنا المرة دي مش هفشل. أنا حاسس إن أنا هنجح إن شاء الله. لا. أبوس إيدك يا باشا، ما تحرمنيش من الفرصة دي. والله العظيم تلاتة هجيبها. تلات أرباع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصل له. قلت لك لا. يا باشا أنا لما خسرت في الأولمبياد كنت عارف إني هخسر حتى قبل ما أنط. إنما المرة دي هجيبها. والمصحف الشريف هتيجي. انا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي، ما كانش عندي رغبه ان انا اعمل اي حاجه. انما انا دلوقتي حاسس ان انا انسان تاني. انا كنت ضايع يا باشا، انت خليتني الاقي نفسي. ابوس ايدك سيبني انط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسين. لا يا هاني، حتى لو لغيت العمليه يا باشا، حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني، انا هستنى هنا لوحدي وهجري وانط الناحيه التانيه. حسام انت اتجننت؟ لا يا ابراهيم ما اتجننتش، بالعكس انا عاقل جدا وعارف انا بقول ايه كويس. ولعلمك انا مش هنط النطه دي عشان خاطر الفلوس. انا كل اللي كنت عايزه من الفلوس اني اعمل عمليه ابويا، انما انا ما بحبش الفلوس. انا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا، ودي بالنسبه لي هي نطه الثقه. هاني. نعم يا باشا. انزلي تحت السنينة في الجراج. حاضر يا باشا. توامي ابعت لحسام الواير.
تجري. يلا هوبا. يلا نط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك. يلا هوبا يا حسن. يلا زاهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع عشان خاطر يا باشا، انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك واشتغل كمان على الليزر، ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معانا. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري عشان خاطري. طب اسمع، الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها؟ انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيستلموا منك هناك. تخلص شغلك وتستنى انا في الجراج تحت. ها؟ حضرتك ايه؟ افتح باب السطوح. حاضر 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 يا باشا.